الرمضان والامراض الكلى خصنا نفهموا انه بالنسبه نتكلموا بالعامي باش يكون سهل. المشكل ماشي في الماكله، عندنا المشكل اخص في شرب الماء، واننا ملي ما كنشربوش الماء، الكلوه ديالنا كتحاول تخلي الماء في الذات، انا ما نملحوش بالبول، وهذا كيأثر عليها وكتستهلك واحد الطاقه اللي كيكون الكليه عادي يمكن يكون حتى مشكل، ولكن كلوه مريضه وكتستهلك الطاقه باش تخلي لنا الاملاح والمياه في الذات ديالنا، هذا كيأثر عليها ويمكن له يكثر في المرض، لانه المرض يتزاد. واش يمكن نصومو؟ يعني في الغالب الاحيان كنقولوا لا، ولو اننا ما عندناش يعني كيقولوا دي بروف سيانتيفيك، ما عندناش البرهان، ما عندناش باش الاثبات العلمي، ما كاينش، حيت صعيب انه تاخذ الناس مرض وتقول نص فيهم غادي يصوم نص فيهم يصوم ونشوف شكون اللي غادي يوقع فيه، باش نقدرش نديروا الاكسبيريمونتال التجربه في الانسان باش يصبع. دوك كيبقاو غير التجربه ديالنا. دوك في غالب الاحيان ملي كيكون مرض كلوي اننا كننصحوا باش ما يصوموش الناس نهائيا، في بعض الاحيان كنصرحوا للانسان، ولكن كنكونوا حنا كنعرفوا واحد عامين 3 سنين ما بقى حتى شي مشكل، ولا انه المرض ديالو مضبوط ولا كتبقى الادويه وعندنا ماشي، هذا كلشي مكذب. في بعض الاحيان يمكننا كنا نعطيو التصريح، ولكن في غالب الاحيان كنمنعو. هذا بالنسبه للامراض عامه. كاين بعض الامراض خاصه، مثلا مرض الكلوي ديال السكر كيمنع نهائيا الصيام نهائيا. بالنسبة للناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي يمكن لهم يصوموا، ولكن ولا بد لأنه الأرقام ديال الضغط الدموي تكون مضبوطة، وما يكونش كياخذ أكثر من دواء واحد، حيت كاين آخرين كياخذوا 2 3 4 الدوايات، يكون غير دواء واحد، وأننا مثلا كياخذوا غير مرة في النهار، ما يكونش 2 مرات على 12 ساعة، مثلا في الصيف ماشي ممكن، ولا بد مشكل الأدوية. بالنسبة للناس اللي عندهم الحجر، ولو وقع لهم شي مشكل في العام اللي فات انهم كنلاحوا الحجر وكان عندهم الحرق كيمنع عليهم نهائيا الصيام، ولا دوزوا مثلا 3 4 سنين ما كان مشكل يمكن لهم، ولكن هادشي كامل سوا لا بد اي واحد عنده مرض كلوي ولا بد يستشير الطبيب ديالو، ولا بد الطبيب ديالو خصو يشوف الحاله ديالو الكليه، واخا يتعطي تصريح سوا لا بد كديروا مراقبه بواحد الاناليز في الدم ديال تصفيه الدم على 3 ايام وعلى 7 ايام، سوا لا بد ديك 7 ايام الاولانيه كتكون ديال المراقبه حتى يكون فيها حتى مشكل عاد يمكن نخليو انه رمضان يدوز، ولا بد خصو الادويه يكونوا على الاقل كناخذو مره، ما يكونوش مثلا 2 3 مرات في النهار، حيت عندنا دابا عندنا النهار ديال الصيام اكثر من 12 ساعه، ولا بد اننا نتفاداو الشريحه وسميتها والتمار وبزاف ديال الحاجة اللي علاش حيت فيهم بوتاسيوم كثير، دونك خصنا نحافظوا ديك الساعه نحافظوا على الدات. دونك هاد المسائل كاملهم ونقتلوا من السكريه ونقلوا منها، ويكون شرب الماء بزاف مده في وقت الفطور، وان تبقى المراقبه، ولو يكون تصريح سواء بدا تبقى المراقبه ديال الطبيب.